التعاون بين مؤسسات الدولة في السويداء وبمشاركة المجتمع المحلي. انطلقت في حديقة الشهيد العميد الركن نضال معز نعيم حملة تنظيف وتجهيز لانطلاق مهرجان ريفي سوريا أمل سوريا في شهر تموز القادم. كل إدارات الدولة في الجمهورية العربية السورية في محافظة السويداء تحت رعاية رفيقنا أمين الفرع والسيد المحافظ كلنا نعمل يد بيد للقيام بأول تجربة لمهرجان ريف سوريا أمل سوريا. مهرجان ريف سوريا أمل سوريا سيكون خلال شهر كامل من 1/7 إلى 30/7/2021. كل سيدة تنتج منتجات يدوية إن كان أطعمة وإن كان حياكة وإن كان أي شيء تنتجه السيدات وخاصة زوجات الشهداء عائلات الشهداء سنقوم بعرضه وبيعه هنا. كل إنسان لديه منتج زراعي سنعرضه ونبيعه هنا. كل إنسان عنده منتج فكري وثقافي سنعرضه ونقدمه للجمهور هنا. هنا نبض محافظة السويداء، هنا نبض سوريا العقلية والذهنية المنتجة. سنعيد صور أبطال الإنتاج إلى محافظتنا وإلى وطننا. إحنا بحديقة الفيحاء رح يكون هذا المهرجان على مستوى سوريا ورح يكون الأول بسويدا يعني. وكجمعية نحن جمعية رايات الشهداء مقدمين الصاج ومن أعمالنا من صنع أمهات الشهداء. اليوم من حديقة الفيحاء بمحافظة السويداء للانطلاق لمهرجان ريف سوريا أمل سوريا. هلق نحن مشاركتي أنا أنسة فاتن المغربي بكلية فنون الجميلة الثاني بسويداء قسم التصميم الجرافيكي والمالتي ميديا. كلفت بتصميم شعار لهذا الملتقى ولهذا المهرجان لهذا المهرجان وبيسعدنا هذا التعاون. كل عمر مجتمع السويداء حضاري ورقي وهذا هو مجتمعنا اللي عم يسعى للنظافة للترتيبات لمحاربة الخارج. مهرجان ريف سوريا أمل سوريا هو أول تجربة في محافظة السويداء حيث سيتم خلاله عرض كافة المنتجات الزراعية والغذائية والنسيجية واليدوية والثقافية وغير ذلك بهدف إعادة إحياء تلك المنتجات وتشجيعها في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع. من السويداء للإخبارية السورية شام حمدان.